كل المناطق المحررة في حلب. هذا الكلام مفروغ منه، اللي انضم للاتحاد واللي ما انضم للاتحاد. هذا العمل يا شباب عمل إنساني، ما له علاقة في هذا الكلام. فاللي حابب يرشح حاله يتفضل يعطيني اسمه بعد اذنكم والحي تبعه. قبل فتح باب الترشيح انا برايي خلي كل واحد يعرف عن نفسه وصفته والمؤهل العلمي اللي بيحمله. بس يرشح حاله ويسجل اسمه قبل ما نبلش نقول له اعطينا صفتك. تعرف كمالي، تعرف على بعضنا يعني. طيب في حدا ترشيح نفتح باب ترشيح مين به؟ لمجلس الاداره اللي حابب يرشح حاله بس بعد الاسم. اسمي عبد الناصر ابراهيم. عبد الناصر مجلس حي البشر. تفضل نعرف عن حالك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافيه يا شباب. انا اسمي عبد الناصر ابراهيم من حي المشهد، نائب رئيس مجلس حي المشهد. انا بالنسبه لي شاركت بباكوره الثوره ومعتقل لثلاث مرات، واخر مره طلعت بعمليه تبادل من فرع 215 بالشام. فانا الحمد لله رب العالمين شاركت بالثوره من بدايتها، والحمد لله رب العالمين العائله كلها ثورجيه، وانه في عندنا بالنسبه لنا شهداء، وفي عندنا شباب من اخواني على الجبال. انا معي ليسانس في اللغه الانجليزيه والحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافيه. يا شباب بس للتوضيح، نحن كتلة مانا موجودين. يا شباب نحن كتلة موجودين، مانا لنغين حدا ولا لحتى ناخذ دور حدا ولا حتى ناخذ محل حدا. نحن كتلة نتعاون مع الجميع، يعني ما حدا يفكر انه نحن موجودين هون لنقصي مجلس المدينة. على العكس، مجلس المدينة مؤسسة قائمة وبحاجة لجهودنا لحتى نآزرها ونوقف معها ونخليها توصل لمستوى أرقى من الموجود هلا حاليا. حتى مجلس محافظة، حتى الهيئة الشرعية، حتى مكتب الخدمات الإسلامي، نحن مجبرين نتعامل مع كل هاي الناس على حد سواء. ما نجين نغير حدا، نحن بنرجع بنقول شغلتنا أبسط من هيك. نحن خيو أحباب بين بعضنا، حابين نتعاون مع بعضنا ونشكل ألفة، ما نقول كتلة، ألفة.